الفوز بالنسبة للبطولات السوبر الكرة سوبر اليد ده نتاج عمل، نتاج شغل، نتاج ان انت مثلا السنة اللي عدت كانت الجماهير مش راضية عن أداء الفرق الرياضية حقيقي. تحديدا في النشاط الجماعي رغم ان انت خدت البطولات، بس كانت يعني في شوية غضب وبتاع والدنيا في اليد مش أحسن حاجة وكده. فعملت قعدت اشتغلت كمجلس إدارة، شكلت لجنة، اللجنة دي كان المهندس خالد مرتجي، الوزير العام فاروق، الكابتن خالد العوضي، وابتديت تشتغل يعني حاجه محاكاه للجنه التخطيط اللي بخد كابتن خطيب، صحيح. وابتديت تشتغل وتحط اطر وتشتغل. ده نتاج الشغل على فكره، عشان بس الناس بتتكلم. انت ممكن تكون بتكسب، كسبت 15 بطوله في الالعاب الاخرى السنه دي، تمام، 15 بطوله لحد دلوقتي، فاضل خمسه. فاضل خمسه. فان ده نتاج ان انت قعدت تشتغل وحطيت خطه، قلت انا بستهدف من السنه الجايه ايه؟ انا عندي مشاكل، الناس زعلانه والجماهير زعلانه، لازم اشتغل على هذا الاساس. الكوره لما الفريق خسر خمسه دول كانت نتيجه قاسيه جدا جدا جدا. كابتن الخطيب جاب المدير الفني لوحده، جاب كابتن سعد عبد الظاهر وشاف ايه المشكله اللي حصلت. ما هو دي نتيجه لازم تقف قدامها. صحيح. حصل وابتديت تشتغل، ابتديت تصلح، خدت كاس مصر، كنت واخد قبلها سوبر، ودي خدت سوبر. ثلاث بطولات ليه؟ لان انت بتقعد بتشوف اخطائك. ما هو انت انت اتظلمت تحكيميا السنه اللي عدت واللي قبلها، بس برضو قعدت وشفت اخطائك. عندك اخطاء ما انت لازم تشوف اخطائك اللي طبعًا. جوه وتبتدي تصلحها وتبتدي تشتغل عليها، وده النتاج اللي انت بتوصل له دلوقتي. الفوز بالبطولات ده اللي بيحصل. بالنسبه لفرع التجمع الخامس ده شيء يمكن احنا مش عايزين نتكلم ان هو مش موجود، ان في مصر، هو في مصر مش حد موجود عنده الكلام ده. انت لما تيجي ولا بره يا استاذ عبد الحكيم، ولا بره. بس كمان بقى لما تيجي تقول ان انت بتفتح فرع مساحته 50 فدان، بتفتح منه مرحله 40 فدان، 40 فدان باستثمارات قد ايه؟ ما شاء الله. كابتن بيقول مليار و500 مليون، يعني مليار ونص. طيب يعني دول يعني حضرتك بتتكلم في رقم مهول. كابتن زكي عبد الفتاح كان مره في مداخله مش عارف هنا في قناه الاهلي ولا فين، كان بيتكلم بيقول ان ده جزء الناس ما بتتكلمش عنه، ان انت بتوجد فرص عمل. دي جزء من القوه الناعمه، ده بتوجد فرص عمل، بتوجد استثمار رياضي، بتوجد مقرات يعني حاجات انشطه زي الصالات المغطاه. هو ده اللي بيتكلموا فيه، انه هذا النادي يقدم خدمه اجتماعيه، خدمه بخلاف الكوره. والكابتن زكي بيتكلم ان في جزء محدش بيتكلم فيه. الكابتن خطيب النهارده ركز على الكلمه دي تحديدا بالمناسبه، يعني وهو بيتكلم في كلمته ركز على الكلام ده، ان احنا جزء من البلد بنعمل استثمارات رياضيه من خلال تواجد عدد كبير من العاملين. ما هو النادي ده او المقر ده ما كانش كده، المقر ده كان ارض فاضيه. مظبوط. مين اللي بناه؟ عمال مصريين بشركات مصريه، وبالتالي فرص عمل تم تواجدها خلال الفتره اللي فاتت. على التوالي من البناء للشركات للعاملين بقى في النادي وموظفين جدد، وبتضيف منشآت رياضيه للبنية التحتية في مصر. في مصر مظبوط. يعني انت لما تيجي انت دلوقتي مثلا بتعمل البطولة اللي هتبدا امبارح كان السوبر، وبكره هتبدا، لما بتستضيف بطولة زي بطولة افريقيا الأندية ابطال الكوس رجال وسيدات، بتستضيفها فين؟ في اتنين صالة مغطاة جوه النادي الاهلي فرع الجزيرة. هل دي مش منشآت بتستضيف عليها بطولات؟ طبعا موجود. لما تروح تعمل دلوقتي في التجمع هتعمل نفس الموضوع، هيبقى عندك اماكن تستضيف فيها بطولات، دي جزء من البنيه التحتيه اللي بتضاف لمصر، تستضيف عليها بطولات دوليه. فالقصه لا تقف عند ان انت كنادي رياضي بيقدم خدمه كوره وبترعى اكتر من 17 لعبه، لا، انت بتمتد على انك بتفتح فرص عمل، بتضيف للبنيه التحتيه في مصر.